عندي فاطمة هي في الدنيا كلها بصراحة. فاطمة وطن اللي استطاعت إنها تعطي لأولادها اللي أعطته على مدار 20 سنة، وتعطي بنفس الوقت جوزها، وتكون إنسانة بحد ذاتها. هذه عظمة المرأة الفلسطينية. أنا عندي إنه أنا حضنت مجد، حضنت روح مجد. لابد يجي نهار، وهذا النهار حتمي على شعبنا العربي الفلسطيني. أنا اليوم التقيت في عائلتي، بكرك آلاف الأسرى راح يلتقوا إجبارا غصبا عنهم مع عائلاتهم، ويعانقوهم ويفرحوا معهم مثل ما أنا صار معاي.